السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على غير العادة اليوم جيتكم فيديو ولا غير جميل، اللي حاب يعرف تاريخ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تاريخ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. على كل حال، لأنه الصحفي الجزائري المقيم بقطر محمد الوضاحي تكلم وقالكم ها هو الرئيس المناسب للاتحادية الجزائرية. خليكم تسمعوا رايو، هذا رايو، خليكم تسمعوا رايو، من بعد نوريكم أشياء راح تعرفوا تاريخ الكرة الجزائرية اللي نتحدى أي واحد دارها في اليوتيوب وعرف الشبان ديالنا اللي ما عاشوش من 62 كما احنا على كل حال إلى يومنا هذا، ما عاشوش على وقع الهزائم اللي كانت على رؤساء الاتحادات الجزائرية في كرة القدم. تابعوا معنا محمد الوضاحي واش تكلم، من بعد نظركم الأسماء والتتويجات، وعليكم انتوما الرد والتحليل. تابعوا معنا فيديو تاع محمد الوضاحي. أعتقد بأننا لازم نكون أوفياء للرجال اللي خدموا الكرة الجزائرية، ونكون براغماتيين احيانا ايضا. اذا ما نجمع بين الوفاء والبراغماتيه، خويا انا الحاج محمد الوراوه نعرف جيدا بان عنده علاقات قويه جدا في الاتحاد الافريقي لكره القدم، ونعرف ان عنده علاقات قويه جدا في الاتحاد الدولي لكره القدم، وراجل عنده نفوذه وعنده قوته ومازال فاعل لانه عضو في اللجنه الماليه. مثلك تقول لي لانه مازال فاعل في الميدان. احنا لما نقولوا له الحاج لازم تساعد بلادك، واحنا بحاجة إليك أنك تقف معنا، لأننا نعرف بأننا في قارة فيها الكولسة كثيرا، وأنت رجل تعرف هذا الميدان وتعرف هذا الأمور، لازمك تقف معنا. مش عيب. الحاج محمد الوراوي يبقى جزائري وخدم الجزائر وخدم الكرة الجزائرية، قد يكون أخطأ في أشياء ونجح في أشياء، ولكن يبقى دائما من بين افضل المسيرين اللي مروا على الاتحاد الجزائري لكره القدم، وترك بصمه قويه وكبيره على مستوى الكره العالميه بقانون البهاماس اللي عمله، صح ولا لا؟ وسعى كثيرا في اشياء كثيره، سواء على المستوى الفردي للاعبين الجزائريين او على المستوى الجماعي. اليوم احنا هذا الراجل لما نقول له احنا بحاجه لخدماتك، مش عيب، لانه يبقى دائما رجل وفي للجزائر ويحب بلاده، ومش رايح يقول لا، وبالتاكيد انه رايح يساعد هذا الاتحاد. هذا المشكل. احنا ما علاش نقطع التواصل؟ احنا جا الاتحاد، الاتحاد اللي جا بعد محمد الوراوه، نحيو كل الجماعه اللي راهم موجودين في اللجان الاتحاد الافريقي لكره القدم، لان الحاج محمد الوراوه اللي حطهم. بالعكس، نزيد عليهم مش ننحهم. هنا ورانا وصلنا اليوم، ولينا نشكو من الملعب، ولينا نشكو من المدينه، ولينا نخافوا من الكولاسه، خايفين الكاميروني يعملوا لنا. لو كان عندنا اتحاد قوي وعندنا نفوذ قوي في الاتحاد الافريقي لكره القدم، نركزوا فقط على كره القدم، ما يطلعش جمال بالماضي يحكي ويقول لازم التحكيم، نشكي لوسائل الاعلام العالميه ونشكي لكذا ونشكي حتى واحد. حكيوا في اعلى مستوى اخر. شوف مباراه مالي، في مباراه مالي كانت ركلة جزاء واضحة، ننسى ركلة جزاء، كانت فيه لمسة يد في منطقة العمليات. نوقف المباراة، نشوف الفار، إذا كان هذا اللمسة وش هي طريقة اللمس، وبعد نواصل المباراة. ما عملناش حتى الفار، والمنتخب المالي أخصية، لأن المنتخب المالي ليس من منتخبات النفوذ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهذا راح يحدث لنا. ويشكل خطر على الكاميرون، وهذا اللي راح يحدث لنا احنا. مش بالضرورة أنه يصفر تسلل وهو مش تسلل. أخويا تكون لقطة فيها ريبة، فيها شك، ما نستدعيش الفار. أكشتم على الفيديو تاع محمد الوضاحي، قال لك الأنسب والأقرب هو محمد الوراوة. محمد الوراوة قال لك هو الأنسب والأقرب لإعادة اسمه، لا يعاود يولي باش يحكم رئاسة الاتحادية. وأنا رأيي دائما قلت لكم أريد التغيير، والتغيير الشامل. محمد الوراوة عطاه واش عطاه وبارك الله فيه، زطشي عطاه واش عطاه وبارك الله فيه، عمارة عطاه واش عطاه وبارك الله فيه، زفيزف مد واش مد وخرج من الباب الواسع، وهو الثاني رؤساء اللي استقال مد استقالة مباشرة. احنا كنا نقولوا الأول، لكن بعد التاريخ اللي راح نقراوه كاين رئيس اتحادية جزائرية مد الاستقالة ديالو بعد فشله. ثاني
دوك نتذكروا اسمه تاني. شكرا لهم كلهم هذوما من اللي جابوا الكرة الجزائرية، كلهم شكرا لهم. لكن الآن حان وقت التغيير بالنسبة لي، تغيير جذري، ما كان لا فلان ولا فلان، بارك الله فيهم، خدموا الكرة الجزائرية اللي عطى عطى لي مد مد وعطيهم الصحة. الآن احنا نريد تغيير جذري ونعود لموضوعنا. موضوعنا هو رؤساء الاتحادية الجزائرية منذ الاستقلال، واش داروا واش ما داروش. يا خويا كاين تاريخ، تاريخ تاريخ ملاح، تاريخ لا يرحم. تابعوا معنا الفيديو، ماذا بكم سيو ما تجوزوش باش تسمعوا نسينا في عجاله، ما نقراش كاع التقارير ديالهم، نقرا غير الاهم الاهم. تابعوا معنا الفيديو يلا. على كل حال قال لك هنايا، قال لك اول اجتماع تاسيسي لاتحاد الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بتاريخ 16 سبتمبر 62 في شارع العقيد عميروش بالعاصمه. هنا داروا اجتماع اول باش يديروا لنا اتحاديه اللي رايح حتى الان والحمد لله بعد الاستقلال، والله يرحم الشهداء. على كل حال داروا اجتماع في 16 سبتمبر 1962 في العقيد عميروش بالجزائر العاصمه. جاء هذا الاجتماع التاسيسي من اجل تنظيم المنظومه الكرويه في بلادنا بعد ان كانت الرياضه في الجزائر تضرب تحت المستعمر الفرنسي، فتم اختيار 16 سبتمبر 62 لعقد هذا الاجتماع الذي كان بمثابه انطلاقه حقيقيه لغدا افضل في تاريخ كره القدم الجزائريه. شكرا لكم. هاي تاسيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الفار فيدراسيون الجيريان فوتبول جو فوتبول، بعد 14 شهر تقريبا من اول اجتماع اللي هضرنا عليه لكره القدم، جاء تاريخ 21 اكتوبر 1963 الذي شكل بداية حقيقية في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وهو اليوم الذي تأسس فيه الفاف خلال الاجتماع المنعقد في مقر الرابطة الجزائرية لكرة القدم. حضر اجتماع العديد من الشخصيات الكروية، وفيه تم الانتخاب محمد معوش رئيسا الراحل، على كل حال توفى، توفى هو توفى، دوك نقول لكم باش توفى. وفيه تم انتخاب محمد معوش رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فيما تم تعيين محمد كسول نائب اول للرئيس، بينما تم تعيين كل من بن عمر ميلود واحمد اجاوت والفغون بن شيخ نواب الرئيس، اما الخيال محي الدين فتم تعيينه امين عام للاتحاديه. وفور قرار التاسيس انضمت الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الى المحفل الدولي العالمي. الان دخلنا خلاص رانا في المحفل الدولي العالمي، وقد بارك رئيس الجمهوريه انذاك بن بله رحمه الله قرار تاسيس الفاف، وارسل برقيه تهنئه للرئيس المنتخب محمد معوش، متمنيا للجميع مسار موفق في خدمه الكره الجزائريه. لحد الان اول مكتب في الفاف محمد معوش، اول مكتب في الفاف محمد معوش. يلا الراحل محمد معوش حكمها من اكتوبر 1963 الى اكتوبر 1969، دامت فترة الراحل الدكتور معوش رأس الاتحادية لكرة القدم 6 سنوات كاملة. فبعد أن تم تجديد فيه الثقة لعهدة ثانية في عام 66 بالإجماع، وفي عام 69 لقي حتفه في حادث سقوط طائرة رحمه الله، في حادث سقوط طائرة في سماء الجماهيرية العربية الليبية. عرفت لكرة القدم تم توفى هذا محمد معوش رحمه الله، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة، سقطت بهم الطائرة قال لك في الأجواء الليبية. في النهاية عرفت الكرة الجزائرية في عهده الدكتور معوش تقدما كبيرا، فبعد مشاركة المنتخب الوطني في الألعاب الإفريقية ببرازافيل عام 65 حقق المنتخب الوطني سنتين من بعد خطوة كبيرة بتأهله إلى الأدوار النهائية لكأس أمم إفريقيا التي جرت في مثل هذه الأيام من عام 67 بإثيوبيا. فحتى إن أقصي زملاء حسن للماس رحمه الله من الدور الأول، إلى أن شبان الجزائر تركوا انطباعا حسنا بدليل اختيار للماس من أحسن لاعبين في البطولة. كانت أول بطولة ديالنا ببرازافيل تاع بطولة إفريقية تأهلنا ليها في 65 بعد الاستقلال، ونهزمنا في الدور الأول. على كل حال كنا خرجنا من الثورة وكذا، الثورة الجزائرية المجيدة خرجنا منها ونهزمنا. معليش كان هذا محمد معوش ما دار صافا، رانا بريمير فوا طلعنا كوب دافريك في 65 بعد محمد معوش. الراحل محمد بن نونيش حكمها من 69 ل 73 بعد الدكتور محمد معوش الذي دامت فترته الى غايه 69،
خلفه السيد محمد بن تونيش، حيث دامت فترة رئاسته للاتحادية 4 سنوات. هذا الراحل محمد بن نونيش 4 سنين، على عكس الراحل الدكتور معوش، شهدت فترة بن تونيش تراجعا كبيرا للكرة الجزائرية على الصعيد القاري، حيث فشل منتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 70، كما أقصي من الدور الأول من مونديال المكسيك 70 ثاني 1970. نفس الإخفاق سجله المنتخب الوطني في إقصائيات كأس أمم أفريقيا 1972، حيث خرج من الدور الأول أمام المنتخب المغربي بعد فوز المغرب في لقاء الذهاب 2-0. لم يجد الفوز المحقق في لقاء الذهاب نفعا لزملاء عبد الحميد صالحي. إخفاق الخضر خلال فترة الرئيس بن تونيش لم يقتصر فقط عن إقصائيات كأس أمم إفريقيا، بل كان في إقصائيات أولمبياد ميونيخ بخروجه من الدور الأول أمام المنتخب المالي بخسارة لقاء الذهاب بباماكو بهدف لصفر، وتعادله في الجزائر في لقاء الإياب بهدفين لمثلهما. هنا خسرنا كلش. زيدوا تابعوا معنا الآن. من جويلية 1973 إلى ماي 1975 لم يتقدم السيد بن عودة عمار إلى رابع الانتخابات الاتحادية التي جرت في شهر جويلية 73. ففي ظل احتفالات الجزائر بالذكرى 11 للاستقلال، كان أعضاء الجمعية العامة الاتحادية على موعد مع انتخابات الفاف، والتي فاز بها الدكتور بن عودة عمار، أحد الوجوه الرياضية المعروفة خاصة على مستوى منطقة الغرب الجزائري. الضربة الموجعة التي تلقاها الجمهور الرياضي الجزائري في ظرف قياسي في ظرف شهرين على يد المنتخب التونسي عجلت بتقديم بن عودة عمار للاستقالة. هذا هو اللي استقال الأول في الجزائر، هذا هو بن عودة عمار. لما انهزمنا مع تونس استقال مباشرة. تابعوا معنا شهر على يد المنتخب التونسي عجلت بتقديم بن عودة عمار للاستقالة من على رأس الفاف. هو الذي استقال، هو اللي مد الاستقالة دياله. أنا على الصفحة الضربة الأولى كانت إقصاء الخضر في أول دور تصفوي لأمم كأس إفريقيا التي جرت نهائيتها في إثيوبيا. فبعد عودة المنتخب الوطني بتعادل إيجابي من تونس بهدف لمثله، حلم اسمعوا معنا، حلم التأهل الدور الثاني تبخر بعد خسارة مرة بالجزائر 2-1 شهر من بعد تقريبا. وفي يوم 11 ماي جسد المنتخب التونسي تفوقه على المنتخب الوطني بفرضه التعادل في ملعب 5 جويلية هدف لمثله في أول دور إقصائي لأولمبياد موريال. نتيجة كان لها الأثر السلبي على رئيس الاتحادية بن عودة عمار، حيث قرر تقديم الاستقالة. يعني ليس زفيزف هو الأول اللي مد الاستقالة، حتى هذا الرئيس الدكتور بن عودة عمار، حتى هذا الرئيس هو كان مد الاستقالة دياله بعد ما انهزم مع تونس وما صعدش لكأس افريقيا. الآن بعد استقالته تابعوا معنا خوتي، يا تابعوا معنا مليح باش نتابعوا تاريخ الاتحادية الجزائرية. الراحل عبد النور بقى من اوت 75 بعد الاستقالة تاع الرئيس اللي كان بن عودة عمار، جاء الراحل عبد النور بقى من اوت 1975 الى جانفي 1978، العام اللي زدت فيه انا 1978. قبل انتخاب عبد النور بقى رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم في شهر اوت الشهر اللي زدت فيه انا من عام 1975، اقصي الفريق الوطني من اولمبياد موريال بعد خسارته اللي حكينا عليها امام المنتخب التونسي 2-1. جاء انتخاب عبد النور بقى على رأس الفاف خلفا للمستقبل للمستقيل عمار بن عودة 3 أسابيع فقط قبل انطلاق دورة البحر الأبيض المتوسط. تابعوا معنا خوتي في بلادنا. الأمر الذي تطلب من القادم إلى مقر الفاف تسخير كل الإمكانيات للمنتخب من أجل طي إخفاقات المتتالية في المنافسات القارية والدولية. ومن بين ما قام به عبد النور بقى هو تعيينه للمدرب رشيد مخلوفي على رأس المنتخب الأول، بعد أن كان هذا الأخير على رأس المنتخب الوطني العسكري. رشيد مخلوفي كان حاكم ليكيب تاع العسكر وليكيب ناسيونال، وبما أن مخلوفي يعرف خبايا المنتخبات
دول شمال دول افريقيا الشماليه ودول جنوب المتوسط استطاع ان يبهر المتتبعين خلال سكته للدور، فلم يشكل تتويج المنتخب بالميداليه الذهبيه مفاجاه للمتتبعين، بالرغم من ان المنافس كان اسمه فرنسا، المنتخب الفرنسي امال، حيث هزمه ب3 أهداف لهدفين بعد لجوء المنتخبين الى الوقت الاضافي الذي ابتسم لزملاء عمر بطروني صاحب هدف التعادل في الوقت بدل الضائع في 90 دقيقة. تتويج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية لكرة القدم لدورة المتوسط 1975 وهي ميدالية ذهبية الوحيدة للتذكير للكرة الجزائرية في هذه المنافسة شكل نصرا كبيرا لعبد النور بقى، لكن للأسف لعنت فشل المنتخب الوطني في بلوغ نهائيات كأس إفريقيا. اسمعوا كيفاش كنا في كأس إفريقيا نعاني وباش نطلعوا. للأسف لعنت فشل المنتخب الوطني في بلوغ نهائيات كأس إفريقيا تكررت أيضا في دورة غانا عام 1978 إثر خسارة الخضر لقاء الذهاب بلوساكا أمام المنتخب الزامبي 2-0 أمام المنتخب الزامبي 2-0، علما ان لقاء الذهاب الذي جري في ملعب 5 جويليا انتهى بفوز الجزائر ب 2-1. 6 أشهر بعد هذا الاخفاق ترك عبد النور بقى منصبه دون ان يكمل عهدته، بلا ما كنا نشوفوا مشاكل اتحاديه من زمان دون ان يكمل عهدته. وجاء بعد ذلك من جونفي 78 من جاء في رايكم؟ قارة تركي من جونفي 78 إلى أكتوبر 1980 في نفس الشهر، أي شهر جونفي من عام 1978 الذي رحل فيه عبد النور بقى من رئاسة الفاف، تم تعيين السيد قارة تركي على رأس هذه الهيئة، ودامت هذه الفترة هذا الرجل 2 و10 أشهر. حقق فيها المنتخب الوطني خلالها حقبة السيد الحاج سقال الكثير من إنجازات تاريخية، أولها تتويج الخضر بالميدالية الذهبية للألعاب الإفريقية الخامسة التي أجرت في بلادنا عام 78، حنا كي نحتضنوا ندو بتفوقه في اللقاء على منتخب النيجيري بهدف دون ردد وقعه اللاعب علي بن شيخ، كما ألحق منتخبنا الوطني أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب المغربي حيث فاز عليه في آخر جولة إقصائية للأولمبياد موسكو عام 1980 ب5-1 في الدار البيضاء المغربية، وفي العودة 3-0 في ملعب خمسة جويلية لينتزع ورقة العبور للأدوار النهائية، حيث لم يكتف زملاء الراحل محمد خديس في الأولمبياد بالمشاركة الرمزية فقط، بل تمكنوا من بلوغ الدور الثاني ليودعوا الدورة على يد المنتخب اليوغوسلافي بخسارة قاسية 3-0، وهي آخر مرة يبلغ فيها المنتخب الجزائري لكرة القدم الأدوار النهائية للأولمبياد. وقبل ذلك كان المنتخب الوطني قد وصل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بنيجيريا، لكنه خسر في النهائي أمام منتخب البلد المنظم 3-0، وكانت فيها حكاية تاني في النهائي تهضر عليه سعدان، كانت فيها حكاية تعطيني ونعطيك الفساد الكروي تاع الكاف نعرفوه. هنا في هذا اللي حكمها قارة تركي في عهده فزنا على المغرب في عقر دارها 5-1 وفي الجزائر 3-0، يعني في مجموع الأهداف 8-1 للجزائر. هذاك الوقت بن صولة هو اللي ياك يعني تعرفوا بن صولة نحيوه على كل حال، وقصرت معاه أنا شخصيا، كنا في كونفيرونس خطرة في عنابة في بسكرة وعندي الصور، تحدثت له على هذا الماتش، حكى لي بزاف حكايات والله العظيم غير ما شاء الله عليه. بن صولة إنسان عادي كأنك تقصر معايا ولا معاك ولا شعبي عادي، رغم أنه سجل 3 ضد المغرب. زيدوا تابعوا معنا الآن من نوفمبر 1980 إلى نوفمبر 1982 الحاج سقال على كل حال، إذا غلط في الأسماوات تسمحوا لي راه مكتوبين هكا بالعربية أني نهضر لكم فيهم. 1980 إلى نوفمبر 1982 الحاج سقال 2 بالتمام والكمال، هذه الفترة التي ترأس فيها الحاج سقال الفاض، ورغم قصر هذه الفترة إلى أن المنتخب الوطني وصل خلال عهدته عهدة هذا الراحل
ربي يرحمه، إلى أعلى هرم الكرة الإفريقية ببلوغه مونديال إسبانيا عام 1982 وتأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لنفس العام بليبيا. لكن الغرور كلف الخضر خسارة الكأس التي كانت بين أيدي اللاعبين، لكن في بلاد الأندلس وأمام أعين الحاج سقال الحق منتخبنا الوطني هزيمة الحق منتخبنا الوطني هزيمة تاريخية بالمنتخب الألماني بفوزه عليه 2-0 المباراة الشهيرة وتبدلوا فيها قوانين. 4 أشهر من مونديال إسبانيا غادر الحاج سقال مرقى الاتحادية تاركا وراءه ذكريات جميلة في تاريخ الكرة الجزائرية. الآن الكرة الجزائرية يعني شفناها في 79 80 82 حيات شوية. الآن الراحل عمر كزال الآن من 82 إلى أبريل 84 ومن جويلية 89 إلى نوفمبر 92 ومن أبريل 2000 إلى أوت 2001. الراحل عمر كزال يعد عمر غزال الوحيد في تاريخ الفار الذي ترأس هذه الهيئة لثلاث مرات. المرة الأولى كانت 82-84، الثانية 89-92، الثالثة 2000-2001. يمكن القول إن رئاسة غزال الاتحادية شهدت الكرة الجزائرية مستويات متباينة. فإذا كانت الفترة الأولى قد بلغ فيها منتخبنا نهائية كأس أمم إفريقيا عام 84 بكوت ديفوار واحتلاله الصف الثالث، فإن الفترة الثالثة نال فيها منتخبنا الوطني التاج القاري عام 1990 بتفوقه على المنتخب النيجيري بالجزائر كما على بناجا 1-0. كما سجل المنتخب الوطني في عهدته مهزلة خلال دفاعه عن لقبه القاري بالسنغال، حيث أقصي المنتخب بقيادة الشيخ كربالي في الدور الأول. الفترة الثالثة تزامنت مع الأيام السوداء اللي جزناها. اسمعوا مليح هنا، فزنا بكأس إفريقيا 1990، هذه اللي كنا نحوس عليها. فزنا بكأس إفريقيا، رفدناها في 5 جويلية ضد نيجيريا بهدف مقابل صفر وجاني قطفة قوية، لكن بعدها خرجنا من الدور الاول من كاس افريقيا. بعدها كنا حاملين لقب، خرجنا من الدور الاول. باش نقولكم ما تحاسبوش الان، مانيش ندافع، باش نقولكم ما تحاسبوش اكو تقولوا لنا خسرنا كوب دافريك خرجنا بريميتور، ها نرفدناها في 90 وخرجنا موراها وزدنا لعبنا ونورمال وكل حاجه تسقمت والحمد لله. زيدوا تابعوا معانا، حيث اقصي الفريق الوطني بالمدرب عبد الحميد كرمالي رحمه الله اللي اداك كوب دافريكا. صارت كيما لافير تاع بالماضي، رفد كوب دافريك لكن العكس، بالماضي رفدها في مصر، احنا هنا رفدناها في الجزائر على كل حال، لقب رفدناه في الجزائر. شكرا للمرحوم اللي نترحموا عليه عبد الحميد كرمالي، وبالماضي رفدها من الجزائر 5 جويلية، لكن بالماضي جابها من مصر، باش تجيبها من مصر ثاني لازم لك عمل كبير. زيدوا تابعوا معنا ورايكم، انا داخلين في الجديد دوكا، انا داخلين في الاسماء الجديده اللي هضر عليها الصحفي اللي سمعتوا الفيديو تاعو من قبل. بعد هذا الانهزام كزال سوء النتائج والاستقرار على داخل الاتحاديه، دائما ما عندناش الاستقرار حنايا، دائما من البكري استقرار على راس الاتحاديه، حيث لم يكمل عمر كزوال، نكتبو كزوال هو كزال، عمر كزال عهدته وهي نفس الميزة التي ميزت عهدتها الأولى والثانية، حيث لم يكمل كذلك عهدته الرئاسية خرج. والآن نجيكم في بعد استقالة الراحل محمد كزال عام 2001، مرت الجزائر كنت عارفوا بمشاكل. بعدها ترأس محمد روراوة ترأس منصب رئاسة الاتحادية بين عامي 2001 و2005، من 2001 ل2005، وأعيد انتخابه في 2009 لمدة 4 سنوات، ثم 2013. على كل حال بعد محمد روراوة، احنا ما هضروش واش دار محمد رواه واش ما دارش، احنا على بالنا كاع الاعمال تاع محمد رواه، ما مشى من الجزائر كاع، وين الحق، اسكو دا كوب دافريك، اسكو ما داش، اسكو طلع، اسكو ما طلعش، هذه هي. لكن بعده جا خير الدين زتشي، خير الدين زتشي جا
بعد الوراوة على كل حال وسمعته جا موراه خير الدين زدشي وعمل واش عمل، وبعد خير الدين زدشي ادخل عمارة، وبعد عمارة ثم زي عمارة جا زفيزف، وبعد زفيزف استقال زفيزف ثاني رئيس اتحادية للجزائر، قولها انا لان قريت التاريخ، ثاني رئيس اتحادية اللي استقال مباشرة بعد ما قدرش هاو استقال، والان رانا بدون رئيس اتحادية. وان شاء الله نقول لكم من هذا المنبر انا ضد كلام محمد الوضاحي، على كل حال كله وكل احترام، اريد التغيير الشامل، تغيير جذري شامل، ما نزكي حتى واحد، ما نقول لك هذا مليح ما نقول لك هذا ماشي مليح، كلهم عملوا اللي ربح ربح واللي خفق خفق، لكن اريد تغيير شامل. وكاين حاجه، الفريق الوطني خلوه في امان، حوطوا عليه بعدوا عليه، خلوه يلعب تصفيات كاس العالم، وخلوه يلعب كاس افريقيا في كوت ديفوار، وشوفوا لنا الرجل المناسب في المكان المناسب. في كلمه واحده اقول، سيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الدوله الجزائريه اللي راك رافد لنا روجاريوسنا في الخارج، بارك الله فيك، نقول لك ما تدخلش مباشرة، لأنه على بالنا باللي الدولة ممنوع تدخل، لكن لمح وحط ناس ليوصلوا الكلمة باش يحطوا لنا رجال في هذا الاتحاد الجزائري. الشباب الجزائري والشعب الجزائري يتنفس كرة، ومدى بينا الفريق الوطني عاود يزدهر ويعاود يولي لمكانته، البطولة الوطنية تعاود تزدهر في افريقيا، ايام جياس كاس طيب، الأندية الوطنية عاودوا فرحونا تاع جياس كانت تلعب عني في سطيف كحلة وبيضة، هذوك الأيام هذوك راني حاب نعاود نولي لهم، مادامنا مازلنا شوية شادين ونقدروا نشوفوا ربي يطول العمر. نقول لكم بارك الله فيكم، وعندكم رأي في هذا الوش جبت لكم، هذا هو مقدوري والله غير حوست لقيت، هذا هو تاريخ الاتحادية الجزائرية. واش كان رأيكم في تاريخ الاتحادية الجزائرية؟ اسكو كان فيه مشاكل من البكري ولا غير دوك؟ قناة عبدو سبور، شاركوا في القناة، سلام.